ورجعنا. صباح النور. صباح النور سميرة، صباح الخير لكم جميع. سخرتني أستاذة خديجه رجاني، بغات عساه. مرحبا، محلى بهذا النهار. كنعرفوا بان المحلبه راقيه راقيه اليوم. بارك الله فيك. فاحنا على ابواب شهر رمضان المبارك، كنعرفوا بان الناس كيبغوا بزاف يتناولوا العصير، لهذا اليوم نقترح لكم واحد 5 ديال الشكلات ديال العصير. منها يمكن نعطيهم واحد النظره على كيفاش صايبناهم، وكذلك هو اللي مهم هو اننا كيفاش غادي يمكننا نقدموهم. اكيد. فاليوم كما قلت لكم عندنا اول عصير اللي غادي نشوفوا هنايا. هذا العصير هذا درت فيه شويه ديال مصايب بالفخيز بالعصير ديال الحامض، وكندير فيه معاه شويه ديال التمر اللي كيتطحن معاه، هو اللي كيعطينا ديك الحلاوه اللي كتكون ناقصه، لان كنعرفوا العصير ديال الحامض شويه هذا مع شويه ديال لوزيز ديال السيترون كيعطي واحد المذاق. الفخيز مع عصير الحامض مع لوزيز الحامض ومع التمر. التمر اللي كيكون معسل بزاف، داك التمر اللي فريمون حلو معسل كيعطي واحد المذاق رائع جدا. عندنا كذلك واحد العصير اللي هو متداول بزاف، ولا هو ملي كنديروا لا سيترونات وكنزيدوا فيها شويه ديال النعناع مع شويه ديال سكينجبير، وهنايا زيدوا معاه واحد القطيره ديال لافاني، المذاق كيجي رائع جدا. كذلك عندنا كذلك هذا العصير هذا اللي درته، هذا سهل بزاف ومهم بالنسبه للاطفال وبالنسبه للناس. خيزوم سلوق على شنو كندير معاه شويه ديال القرفه وشويه ديال الزهر، وكيطيبوا مع القرفه والسكر، لان داك الخيزوم ملي كيتطحن بوحديته تيجي بحال الا خاطر بزاف ومترب في الفم، وبالتالي شي مرات الاطفال ما كيبغوش يتناولوه، لهذا الخيزو يكون طايب في الماء والزهر وشويه ديال القرفه، ومن بعد كنديروه مع العصير ديال الليمون. عندي كذلك هنايا درنا شويه ديال السويهله مع لافاني ومع العصير ديال الليمون وشويه ديال النعناع، توا كيجي المذاق ديالها رائع جدا. وكذلك عندنا الفواكه، كل ما هو فواكه، كتعرف شي مرات كيبقى لك شويه ديال الفواكه شويه شويه باناشي باناشي باش نبقاو في المحلابه. هنايا الباناشي كنزيد معاه شويه ديال لاكريم فريش باش كيجي المذاق ديالو شويه لين، وكيعطينا واحد لونكتوزيتي لهاد لو جو هذا. دونك هنايا غادي نشوفوا كيفاش غادي يمكننا نقدموا هاد العصير هذا. غادي نوجدوا بعض الاشياء اللي يمكننا نزينوا بها ملي نحطوا العصير، خصوصا باننا كنعرفوا في هذا الشهر الفاضل شي مرات كيدخلوا عليك الناس على غفله، وما تيكونش عندك بزاف ديال الاشياء اللي يمكن لك تقدمهم، ولكن حنا من لا شيء يمكننا نديروا شي حاجه اللي هي جميله. غادي ناخذوا مثلا البنان، نقطعوا له هذا الراس ديالو. يمكننا كذلك ملي غادي الا كنا غنستعملوا البنان نديروا واحد العصير ديال البنان باش ما يضيع لناش هذاك الشيء اللي قطعناه، يعني تحتاني غادي ناخذوا غير الراس الفوقاني نديروا بهم واحد لا ديكوراسيون ديال لي بانغوان بحال لي دوفان باردون. وغادي ناخذوا هنايا اما عنبه صغيره اولا الميغتي اشي حاجه اللي غادي هذا، ونديروا له على هذا الشكل هذا، نجيو لتحت نحلوا باش يمكننا ندخلوه في وسط الكاس. دونك هنا غادي ندير واحد جويجات، هنا كما شفتوا كنحيدوا هادو، هنا كما شفتوا هنا اقتنيت من السوق هاد لي شوب اولا الغرار اللي بحال هكا نورمالمون كنديروا فيهم قهوه بحليب اولا شي حاجه اللي كابوتشينو ايتترا. انا هادو كيعجبوني نديروا فيهم العسل، لان ملي كنديروا فيهم العسل كيجي المذاق ديال كيجي المنظر ديالهم جميل بزاف وساهلين بالنسبه للاطفال. دونك هنايا غادي نديروا واحد الخليط ديال هاد العصير هذا اللي درنا. دائما العصير خاصنا نحركوه، اما نحركوه ولا كندير واحد الحاجه اللي هي كتجيني سهله كنخشي فيه المعلقه كتبقى فيه هو كتحرك راسو بيدو. دونك غادي نكبوه هنايا، هنا كما شفتوه شويه كيجي ثقيل، ديك الساعه غادي ديروا على حساب واش بغيتوه ثقيل بزاف ولا شويه. الوغ بالنسبه للعصير ما نعمروش حتى الفم، صافي نديرو كذلك نفس الشيء هنايا نكبوه. غادي نزينوه، نحطو على جانب. الو هنا غادي ناخدو هاد البنان اللي صايبناه بحال حالي دوفان، تنتخيل وليدات صغار فاش تحطي لهم بحال هكا يشربوه بالسيف. وسورتو دابا كنشوفوا الاطفال في هذا رمضان راه كيصوموا، عندهم 12 عام 11 عام كيصوموا، فالنهار كما كان طويل فيمكننا نعطيوهم شي حاجه اللي هي تنعشهم وتجيهم مزيانه. وهنايا نقترح عليكم نحطوا شويه ديال الفواكه حاجه حاجه من الحاجه ما فيها باس. فوالا
ديرهم على هذا الشكل كتبقى بحال الزينه باش نزينوا هذا ناكلوهم كذلك طبعا الحال ناكلوهم. والاطفال سورتو كنا نعرفوا ملي كيشوفوا هاد الفرامبواز وهاد الفواكه اللي دابا متواجده في السوق وكنعرفوا متواجده بزاف في رمضان كيعجبهم الحال وبالتالي تحطيهم لي في داك البلاطو. الو هنايا البلاطو بغيت نهضر على هاد لي بلاطو دابا اللي متواجدين في السوق هما اللي كيكون فيهم المقص كيجيو ساهلين اننا نحطوهم لان يمكننا من بعد يمكننا نجمعوهم. الو من بعد شنو هي الاشياء اللي غادي يمكننا نزينوا بها كذلك هاد لي جو هادو؟ دونك غادي ناخذ انايا الصينيه وغادي نعمرو العصير باش من بعد يمكننا الو هنا غادي نوريكم واحد الطريقه. الا درنا بحال دابا هنايا الاحمر حيت حنا كنصفوه بحال هكا نديرو في الجهه الاخرى هكذاك علاش باش اللي كنحداه اللي غادي ياخذ شي كاس حدا من هنايا يمكن له الاخر ياخذ اللي باقي يعني ما تيبقاش داك المشكل ديال راه ما بقالناش منين نهزو اولا ناخذوا العصير اللي حنا بغينا بحال كنخلفوهم فهمتكم انت. وهنا عاتيه ديك الريحه ديال السكنجبير حنا نديرو غير واحد شويه سكنجبير لان الا كثرنا كيولي حار وبالتالي فعاد ما يبرد لنا العطش كيعطشنا اكثر. خلينا نعصو دونك هنايا عندنا السوي هنا غادي نديرو نفس الشيء نخلفو بناشيك دونك كيجينا ديجا تشكيله زوينه لان عندنا الالوان متعدده واشكال متعدده ديال العصير. الوغ من بعد باش يمكننا نصايبوا هذا العصير اولا نزينوه هنا غادي ناخذ واحد طريف ديال الحامض اللي غادي نديرو على هذا الشكل هذا. كنعرفوا دابا الوقت ديال ماشي لي فريز لي سوريز لي سوريز الكراز غادي ندير لهم على هذا الشكل هذا من الفوق وقريبا غيكون مهرجان ملكه حب الملوك مهرجان حب الملوك في مدينه سفرو اللي اكيد صباحيه الدوزيام غادي ترافقوا ان شاء الله. قطع هذا شكل يعني خصنا دائما داك العصير ملي نحطوه بحال يشهينا باش نقدروا ان نتناولوه فوالا طوم على هذا الشكل هذا. شنو كذلك يمكننا الاقتراح اللي غادي يمكن نقترح عليكم ناخذوا الفواكه الجافه اللي دابا ولات متواجده باثمان جد مناسبه غادي ناخذوا اي حاجه عندنا اللي هي فيها الالوان بحال دابا غادي ناخذوا هنايا المونغ ناخذوا معاه شويه ديال لا طوماط ديروا على هذا الشكل هذا ديرو هكا تاتا كنت نيدي هدى شنو مالك؟ كنت نديرتها انايا فازي مرحبا دونك غادي نزينوه حتى هو على هذا الشكل شوفي هكا زوين مع هذا اللون اكيد دونك هذا بحال دابا الا بغيتو باش نزيدو واحد اللوينات اللي هي كتجي جميله غادي نزيدو نتكو نديرو له بحال هكذا من هذا الجهه نزيدو له على الجهه الاخرى باش يعطينا كنقدر نزيدو كما قلنا هذه كلها اشياء اللي كيمكننا نتناولوها هذه كيجا غزاله كيجي كيجي زوين بس تفهميهاش كيفاش معلقه كلشي على كور دونك كيجيو مزيانين دونك نديرو وحده اخرى بحالها سيريا كنديرو نفس الشيء نديرو نديرو هنا الوغ كور دون دونك نفس الشيء غادي نتكو به الحقيقه هاد لي كور دون كيسهلوا علينا بزاف لهذا لا ديكوراسيون لان فين ما كان كيمكن لك تحطهم وكيعطيو المنظر اللي هو جميل كنعمروهم ويعطيو المنظر اللي هو جميل. لي سوريز فين لقيتيهم هدى؟ كاينين في السوق؟ كاينين في السوق دابا متواجدين تبارك الله كلشي ولا كي ودابا خلصنا المهرجان ديال حب الملوك اللي كاين هاد اليامات في سفرو موجود الخير تبارك الله دونك هادو حتى هما غادي نديرو لهم نفس الطريقه هنا كما شفتوا غادي ندير وحده في وسط الاخرى
ديالهم باش يمكننا نحطوهم يعني الكاس يجي في الوسط هنا ومن هنا نحطوهم داخل ديال الكاس. الوغ حاجه اخرى اللي يمكن لي كذلك نقترح عليكم هو اننا هاد الفواكه الجافه كامله كيمكننا حتى هي نديروا معها شويه ديال السكينجبير ونطحنوها مع شويه ديال العسل ديال الحامض كيجي المذاق ديالها رائع 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 جدا. شكرا لك. فهنايا كما قلت لكم كتجي هاد التشكيله ديال العصير اللي هي كما قلنا الا جا عندكم شي حد وبغيتوا تحطوا شي حاجه اللي هي مختلفه الطريقه فكتبقى هذه طريقه سهله ومنعشه باش يمكن لكم تشربوا العصير وبصحه وراحه. الله يعطيك الصحة هدى، شكرا لك. نمشيو لحظة عند سينا بلا ياشي وفقرة التغذية.